حشمة. حشمة على روحي يعني، أنا في الأخير تونسي، في الأخير سيبه خلي مركي، معناها ترى هذه حاجة في المباشر، معناها أنا نعرف التلاعب راه موجود ومقابلات ساعات تلعب قبل ما تتلعب، وفما مقابلات تتلعب بعد ما تتلعب، وفما أمور غير عادية في كرة قدم. بالطبيعة حشمت على روحي معناها في الوضعية ذيك، وكان وسمعني والحشمة الكبيرة الجامعة تقرر معناها مقابلة فاصلة في ملعب رادس، السيد ولي بن عروس يسكر الملعب، تقول في حومة، احنا في حومة حتى يسكرونا نلعبوا بالسيف، معناها معناها ندخلوا للملعب ونقعدوا نكوروا. لا شوف علاش هي حشمة، معناها شو نقول انا، شكون اللي مظلوم؟ حمام سوسة تقول لك انا بيدي مظلومة، انا بيدي نسيتوا اش عملوا فيا، دونك لو تحل الدوسي ولي دوسي كبير. ولكن العملية اللي وقعت متاع الهدف، معناها اللي جاء تقريبا بعد ما الناس كل دوشت وروحت وكذا، عملية مهينة، مهينة للمتلوي، مهينة للكرة التونسية، وراو شاهد ما شافش حاجة. أنا قلت معناها رينا وتفرجنا، واللجنة تجي تقول لك بون ذاك هو ذاك اللي موجود. الناس اللي تقول هاو قبل فما هاو عندنا مقابلات وقعت فيها، ايش نعملوا كي قبل عملوها وقبل ما تبعوش توا هنا تبعنا نعمل، بيسكو بما انه قبل غمضنا عينينا نكملوا غمضوا عينينا. انا نقول والله انا وضعيه مخجله، لاني راها انا بمنظار، وانه ما نحب نظلم حتى فريق حمام سوسه ولا غيره ولا المتلوي ولا جرزيس ولا ما نحب نظلم حتى فريق، ولكن الرفيه كمواطن تونسي نحشم على روحي اللي راه فيه، وانه الناس تتفرج يودي اضربوا يودي هاو هنا نتفرجوا في العالم الكل سحب يا خويا نتفرجوا، كيف فرق كبيره مارسي وجيفانتز وغيرهم وميلان وشكون تغلط تدفع تغلط تدفع بلاش حسابات. احنا ولينا خايفين، خايفين من ايش؟ خايفين من الجماهير، خايفين من الشارع، خايفين لا يخرجوا يعملوا مظاهرات، خايفين من كذا. لو تطبق القانون على الناس الكل يا صاحبي ما يخرجك حد من الشارع، اما انت وقت اللي تعمل سياسه المكيالين هذه اضربها وهذه عاونها، معناها سامحني معناها نرجع ديما للشابه، لانه يعني بالنسبه لي انا فضيحه القرن، معناها فضيحه القرن وقت اللي طايح وقت ما خلصش وجمعيات اخرى تعطيهم مليار واثنين باش ينظموا امورهم. انا نتصور انها فضيحه اخرى تنضاف الى عديد الفضائح اللي مع الاسف معناها نتخباو فيها وراء قوانين. شوف القانون راهو كلاسيك، تحب تجبدو يجبد، تحب تحترمو تطبقو كيما هو تنجم تطبقو كيما هو. تخباو برشا وراء قوانين، تخباو برشا وراء هيك رياضيه، هيك رياضيه مساكن. انا نعذرهم لجنه الاستئناف الاعضاء، نعذر الناس الكل، لانه يحطوا لهم يبعثوا لهم بومبا ويقولوا لهم اي شوف كيفاش هاوكا. عرفتش علاش القضيه خذات شيف كامل؟ باش الخواطر تبرد، حتى كي يهبط القرار انا باش ينصف فريق ولا باش يجي ضد فريق، الناس كل سي بردت، وبالتالي معناها بربي اكثر اكثر شفافيه، اكثر عدل، اكثر انصاف، واكثر جراه، بربي اكثر جراه. انا نقول في النوادي نتاعنا ولا تخاف من الجامعه ولا تخاف من الهياكل الرياضيه، ولكن في وقت ما ايضا في القرارات الكبيره يظهر لي الجامعه والهياكل الرياضيه مش خاف من النوادي، تخاف من رده فعل الشارع. يا ولدي راهو القانون موضوعي، والناس اللي يبدا معناه يحترم القانون ويطبق القانون وفي وقته راهو ما عنده منش يخاف، اللي خاف هو اللي عنده سياسة المكيالين ويخمم على هذا ويخمم على العواقب، وبالتالي ما فما حبوا نحميه كرتنا، حبوا نرجعوا كرتنا للإثنية. لازم ترجع الثقة، وباش ترجع الثقة لازم كل الفرق سواسية. الأولمبي الباجي فريق نحبه، فريق عنده تاريخ، فريق كبير، فريق وراه ناس، فريق وراه ناس، فريق ربما الناس اللي وراه عندهم نفوذ، الناس اللي وراه صعيب باش نمسوهم، الناس اللي وراه يقول لك اخويا اسمع خليها ما بين ثلاثة الرابعة اخويا باس، خليها
نحبوها باجا وفريق عنده تقاليد وعنده تاريخه، ولكن لهنا أتساءل هل أنه ثلاثة فرق الأخرى قطر ما وراهاش ناس، لأنه ثلاثة فرق أخرى على خاطر ممكن معناها ندخلوهم في العجة هذية. بتبيع فريق الأولمبي الباجي شو بشتلوم عليه، يقول لك أنا لعبت فوق الميدان، قعدت فوق الميدان، عملت تعادل، منعته، انتهى الموضوع.